السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم، أخباركم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بناء على طلباتكم وعلى كلامكم، الكلمتين اللي هتسمعوهم من بابا، أنا عارفة حبكم ليا وحب لأمي ولأبويا. الحاج حمدي ده النهاردة جاي بناء على طلبكم وسؤالكم في الكومنتات، بس اسمعوا بيقول ايه من قلوبكم. كلمهم يا بابا. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حضرات؟ كل سنة وانتم طيبين. والله انا يعني بودي ونفسي اتكلم معاكم كل دقيقة، بس هو ربنا يكرمنا يا رب. الحاجة ربنا يصلح حالها ويسترها معاكم. ادعوا لها ينوبكم ثواب، والنبي تدعوا لها ينوبكم ثواب، يفك كربها يا رب. اللهم امين. زي ما دعتوا لها كده وهي كانت تعبانه، وربنا شفاها كده، ونفسي اقول لكل من دعا لها كل سنه وانت طيب وكتر الف خيركم متشكرين. اللهم امين. ربنا بيشوف، ربنا ينصرها يا رب. اللهم انصرها يا رب. اللهم انصرها. كل اللي سأل على ماما، كل مظلوم ربنا ينصره يا رب العالمين. والله 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 ربنا يسترها معاه. وحياة ربنا اللي بيعز ويذل. امي في ظلم كربيه، لازم اتكلمكم واعرفكم، اقول لكم ربنا كرمها ازاي. والله ما بتدخلش تكلمكم كمان وتقول لكم كتر الف مليون خير. قول لهم هي ما بتدخلش ليه. دعوه المظلوم لا ترد، دعوة المظلوم لا ترد يا رب. هي ما بتطلعش معايا ليه؟ ادعوا لها ينوبكم ثواب. قول لهم هي ما بتطلعش معايا ليه؟ من الله ان انتوا تدعوا لي. اللهم امين. وربنا يتقبل دعواتكم يا جماعة. يا رب ماما ما بتدخلش. والله ربنا اللي عالم بيها نفسي. بس هي لو جت قدام الكاميرا هتبكي. من صعبان عليه، بتنزل دموع من دم من عينيه. ظلم، لان هي مظلومة عند ربنا، وربنا ظلم شاهد ووكيل على كل ظلم. الحسن والحسين، حسبي الله ونعم الوكيل. انتقم منه يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا انتقم منه الظالم يا رب. انتوا بس سؤالكم كانكم قلبكم حاسس. الله ربنا لما يفك كربها اقول لكم مظلومه ازاي. هي اللي هتطلع هتقول لكم. امر الله. بس هي مش عايزه تطلع علشان ما تقفش قدامي وتعيط وتفتكروا الكلام ده كله بعدين. ربنا اللي عالم بيني يا رب. مش عايز اتكلم معاكم، بس مش عارفه. زي اليومين دول يعني كنت بتدعوا لها ما كانت تعبانه. وكل ما اللي عليا تقول ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي. 40 شخص وبندعي الغائب. انتوا دعيتوها قبل كده. ربنا بامر الله مش هيردها. وهي بتدعي وبتصلي. ربنا والله والله ويتحاسب عليه ربنا. ان امي مظلومه. والله والله مظلومه قسما بالله. ربنا اللي هي ظلم الحسن والحسين. وبشركوا هتعرفوا ان وهتطلع الظلم ايه. تحكي لكم من الالف للياء. بس ربنا يسترها. بس كل واحد منه لله. حسبي الله ونعم الوكيل. دعوه المظلوم ليس بينها وبين ربنا حجاب ابدا. تقبل منكم يا رب. يا جماعه دعوه امي لكل ام. السنه اللي فاتت زي ما دول كانت تعبانه. رساله لكل اللي على اليوتيوب يسمع كلام ابوي. راجل كبير وامي ست كبير. راجل كبير يعني الحمد لله. بيقول يا رب اشوف بعيني تاني. الجامع وشغلي. ادعوا له يا جماعه وادعوا له ان ربنا يفك الغاليه. تسيبها يا رب. الغاليه دي امي اللي هي مراته مهما يكن. يا رب هتسمعوا الحكايه من الالف للياء، بس اسمعوني وافهموا الكلام للاخر. انا بقول لكم مظلوم. لازم اقول لكم على الكرب اللي كنا فيه. اللهم امين يا رب. يا رب اللهم فك كرب المكروبين. انا الا ليك يا رب. اللهم فك كرب المكروبين. اللهم اني لا اشكو بثي وحزني الا ليك يا رب. اللهم امين. اللهم استرها يا رب معاها يا رب. يا رب اللهم فك كربها وكرب المكروبين. اللهم امين يا رب. ظلم انا يا رب دنيا ظلم. والله والله ظلم يا رب. نقابلك يا رب بوجه كريم يا رب. ظلم. حسبي الله ونعم الوكيل. والاسلام يا رب العالمين. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. ودعواتكم مش هوصيكم والله. دعواتكم ولكم ثواب. كل اللي بيحب حسناء، كل اللي بيحب امي، كل اللي امي موجوده على اليوتيوب، وكل ست بتتقي الله وبتخاف ربنا، وكل من له حبيب يا رب ما تحرمه منه. ربنا ما بيظلمش حد. مظلوم العبد اللي وحش. والله العظيم ثلاثه مظلومه. ربنا اللي يعلم يا رب. امر الله ربنا يفك كربها بامان. لازم اقول لكم كانت مكروبه بايه. ليش يا جماعه بابا مش راضي يبص للكاميرا؟ عشان بابا بيعرف. انا مش قادر. حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا هو مش راضي يبص في الكاميرا عشان كده. نفسي اقول يا رب اكرمني يا رب واكرمني
ويفك كربا يا رب. يا جماعه بالله عليكم، دعوه المظلوم ما فيش بينها وبين حد حجاب، بس دعوه 40 شخص، دعوه الغائب، ويمكن دعوتكم دي اللي تستجاب. دي اللي طالباه منكم والنبي، دي اللي انا طالباه منكم. انا بطلب منكم بالامان، اللهم امين، تدعوا لي يا ربنا يفك كربا يا رب. اللهم فك كرب المكروبين يا رب، تفك كربا يا رب وكرب المكروبين يا رب. كتر الف خيركم، وان شاء رب العالمين يا رب يتقبل مني ومنكم، يتقبل مني ومنهم يا رب العالمين. ودعوه المظلوم ما فيش ما بينها وبين بعض، اللهم ربنا يا رب ولا سمح جاي دنيا واخره يا رب العالمين. استودعكم الله وكتر الف خيركم، ونفسي اتكلم معاكم والله من هنا لليوم السنه الجايه اليومين دول. اللهم امين. والله نفسي، بس اعمل ايه؟ الحمد لله. هعمل ايه؟ انا الحمد لله راجع معايا، ونفسي اللي يسمع كلام بابا كاني امي قدامه. الحمد لله. بتقول لك ادعيلي. والله ما برضك اتكلم معاها ربع كلمه، كل ما تتكلم اللهم امين تبكي. يا رب تبكي يا جدعان تبكي. استودعكم الله تبكي والله، واقول لكم كلام بابا امانه على صدركم، والامانه مش هتشيلها سما ولا ارض، ودعوه المظلوم ليس ما بينه وما بين ربنا حجاب. يا رب حسبي الله ونعم الوكيل. اخر كلمه هقولها، وكل اللي على اليوتيوب، كل اللي على اليوتيوب، وكل من له ام بشكركم جميعا، يحس بامه، امي مظلومه، بشكركم جميعا، امي مظلومه، وبكره هتعرفهم كل الكلام اللي انا قلته هو قاله، وهتعرفهم ازاي ان ربنا موجود وهينتقم من كل ظالم جبار. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انتقم منهم يا رب في رعاية الله يا رب، انتقم منهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.